صباح الخير يا أصدقاء. طبعا اليوم خلصت من الكتاب هذا الفجر، فجدا جدا سعيد ان الحمد لله الشهر هذا خلصت كتابين، هذا وارسس. بالنسبه للكتاب هذا نزلت عنه فيديو بسيط او رأي فيه، اتوقع اذا نزل فلوق هذا راح يكون نازل بالقناه فتقدرون تحصلونه باذن الله. وعن نفسي حاب نعرضه بتطبيق مرة، فاللي حاب يشتريه بحط رابطها ان شاء الله بصندوق الوصف او الاسم على الشاشه، فتقدرون تاخذونه من هناك. اما باقي الشهر هذا باذن الله شهر جون بكمل قرايه الكتاب هذا، ودي اقراه شوي شوي، ما ودي استعجل فيه، اللي هو حين كانت مارني هناك ان الفيلم حقه كان جدا رهيب، تكلمت عنه في وقت راح. طبعا قريت منه شوي بس بكمله شوي شوي واستمتع فيه، ان اتوقع بيطلع جدا جدا كتاب جدا رهيب. صباح الخير، الآن بركب عدية أخوي، نفس ما تشوفون هنا، ركبت هذه قبل يومين، توقعت حجمه يجي أصغر من كذا، بس الحمد لله طلعت حجمه كبير، يعني مناسب كعدية، عشان نحط فشارات وكذا، ومعناتها تصميمها جدا جدا خرافي، كأنها عتيق، حتى تصلح تقدرون تحطون فيها أكواب وكذا لو تهدون أحد تحبونه وشموع، فأحس إنها جدا رهيبة، وبتابع قناة طحت عليها قبل تقريبا أسبوع، هي قناة ترانيم، أتوقع إنها قناة جديدة، لأن شفت فيديوهين وهذا تو نازل فيديو جديد. طبعا هي قناة نفس ما عرفت انها متخصصة بالكتب، يعني تراجع كتب وكذا، اما اسلوبها جدا رهيب ورايق ولغتها جدا حلوة، فانصحكم فيها صراحة. طبعا هذا ما اعلان ولا شيء، ما تدري عني، بس ان قناتها جدا حلوة وانا اشتركت فيها على طول، انصحكم تتابعونها. هنا يسارا في اعماق القلب هناك امور لا يعلمها الا الله عز وجل، اللهم عالم الغيب والشهاده، فاطر السماوات والارض، اللهم انك تعلم وهم لا يعلمون، اللهم ارح قلبي وهون علي واسقني صبرا يا الله، واعوذ بك من غصه القلب وضيق النفس، اللهم امسح على قلبي برحمه منك، ولا تجعل في قلبي حزنا ولا هما ولا ضيقا، وارزقني يا الله بكل الامنيات. هذا الشكل النهائي، فان شاء الله الان بعد بيهن وصار خلاص، لان بعد بكره العيد. فتكون خلاص جهزت. مساء الخير، الآن تقريبا الساعة 2 الظهر، اليوم عرفة طبعا، فقلنا خلنا نخلص بعض مقاضي العيد قبل ما يجي شوي زحمة، خصوصا ان في بعض محلات الحلويات الان فاتحه. اخذت هذا اللي هو الثلج الصناعي، اتمنيت لو كان عندهم اللي يجي على شكل خيوط احسن، يجي فيه الوان واجد، بس ما لقيت اللي عندهم هذا واخذته. تمنيت لو عندهم بالونات المويه برضه كانت مخلصه. برضه اخذنا هذه من نفس المحل اللي اخذ منها تارت التفاح، نفس ما تشوفون هي ظرف عشان تحط فيه العيديات، امانه تصميمها حلو ومع قطعه شوكلت. وبكذا وصلنا خاتمه الفلوج،
أتمنى حبيتوه، واعتذر للنقصير، ولا تنسوا اللايك والاشتراك ومشاركة الفيديو مع ما تحبون. مع السلامة.